محطتنا الأولى لليوم رح نتحدث فيها عن مدارس أبناء وبنات الشهداء اللي بتشكل حالة تكريمية نستذكر من خلالها شهداء الوطن والشيء اللي قدمته هي المدارس. وأكيد اليوم رح نضوي على الدور التشاركي مع ذوي الشهداء بتنشئة جيل مؤمن بقضية سوريا. وللحديث أكثر عن هذا الموضوع بنرحب بسيادة اللواء لميس رجب مديرة مدارس بنات وأبناء الشهداء. بدنا نقول لك يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيكي. أهلا وسهلا فيكم ويسعد صباحكم في مدارس أبناء وبنات الشهداء. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. اليوم 6 أيار هو يوم مميز واستثنائي وخصوصا عندكم بالمدرسة. قبل ما نبدأ نوجه الأسئلة لحضرتك، إذا في كلمة هيك حابة توجهيها بهذا اليوم. بداية بدي أترحم على شهداء سوريا من مدنيين وعسكريين، وبدي أتمنى الشفاء العاجل لكافة جرحانا من مدنيين وعسكريين، وإن شاء الله كل مفقود يرجع لأهله سالم معافى بإذنه تعالى. نحن اليوم شعب سوريا بيحيي ذكرى هالعيد الوطني الكبير يلي هو بيصادف من كل عام في السادس من أيار عام 1916. طبعا سبب الاحتفال بهذا اليوم أو سبب إحياء شعبنا العظيم لهذا اليوم هو قيام سلطات الاحتلال العثماني المتمثلة بجمال السفاح في ذلك الوقت، قيامه بإعدام بمجموعة من المناضلين المفكرين المثقفين الأبطال الذين رفضوا سياسة البطش، سياسة العنف، سياسة الاحتلال، سياسة الاحتلال التركي الذي دام 4 قرون. وبالتالي كان إعدامهم هي الشرارة الأولى لانطلاق الثورة العربية يلي قامت عام 1916، واستطاع شعبنا نيل الحرية والتخلص من هذا المستعمر، من هذا الاحتلال الذي دام كما قلت لك احتلاله لإلنا. خلينا نقول كانت سنوات ظلمة، سنوات تخلف، سنوات جهل، وبالتالي استطاع أن يرى النور ويتخلص من هذا الاحتلال. نحن اليوم في مدارس أبناء وبنات الشهداء، هذه المدارس العريقة، هذه المدارس العظيمة التي أسسها القائد المؤسس حافظ الأسد لأبنائه، أبناء أكرم من في الدنيا وأنبل بني البشر. هذه المدارس العريقة العظيمة التي تعنى بالشكل الكامل وبالشكل المطلق وبالشكل الأمثل بأبنائه وبناته، أبناء هؤلاء الأبطال، أبناء رجال العزة، رجال الصمود، رجال القوة، رجال الذين ما بخلوا بدمائهم الطاهرة، ورووا بدمائهم الطاهرة أرض سوريا لتبقى عزيزة شامخة. المدارس، مدارس أبناء وبنات الشهداء كما قلت لك تقدم الرعاية الكاملة لطلابنا لأبنائنا. بدي بلش بالحديث من هالرعاية، الرعاية طبعا التربوية، الرعاية التعليمية، الرعاية الخدمية، رعاية الأنشطة سواء الصفية أو اللاصفية. فبالتالي هذه المدارس كما قلت العريقة تعنى بأبناء أنبل وأطهر وأكرم من في الدنيا وأكرم وأنبل بني البشر. المدارس بدي بلش أول شيء من الناحية التعليمية. الغاية نحن من وجودنا هون لحتى نخدم أبنائنا وبناتنا بالبداية تربويا وتعليميا. عندي أنا نخبة وعندي كادر تدريسي متميز وكادر كبير جدا، سواء من الناحية التدريسية يلي هي موجودين الطلاب معهم بالفترة الصباحية يلي هي مدرسة عادية مثل مدرسة أي مدرسة في سوريا يرتاد أبنائنا الطلبة من الساعة 7:30 أو حتى الساعة 1، في عندي كادر تدريسي وموجهين ومدراء مدارس الحقيقة متمكنين قادرين متفوقين ويقومون بالعناية الكاملة بأبنائنا الطلبة.
وبعد الظهر نحن نقوم برعاية أبنائنا. خلينا نقول أنه أبنائنا الطلبة رجعوا على بيتهم يلي هو مدرسة أبناء وبنات الشهداء. في عندي كادر إشرافي كبير وعندي كادر إرشادي وكادر خدمي يقوم على رعايتهم بالشكل الكامل. هلأ أنا بدي أحكي على الكادر الإشرافي يلي هو متمم لسير العملية التعليمية التدريسية يلي بيقوموا فيها الأساتذة المختصون والمعلمون في الفترة الصباحية. طبعا بيجي الطالب بيقوم المشرف المختص بكافة الاختصاصات سواء في العلوم في الرياضيات في الفيزياء في الكيمياء في مادة اللغة العربية في كل شيء بيتابعه تعليميا. طبعا نحن الغاية من متابعة ابننا وبنتنا من الحالة التعليمية حتى يكون الطالب متفوق وحتى يكون كما قلتي انه يبنوا سوريا يكونوا مواطنين صالحين في المجتمع قادرين على اعمار سوريا قادرين على انه يكونوا دائما من المتفوقين المتميزين لحتى يرفعوا اسماء ابائهم عالية لانه ابائهم ما بخلوا بدمائهم الطاهرة وادوا واجبهم ورووا بدمائهم أرض سوريا وبالتالي أبنائهم يجب أن يكملوا المشوار. ممكن تكملة المشوار بالعلم بالمعرفة بالتفوق بالتميز حتى نستطيع أن نبني مجتمعنا بناء صالحا وسليما. سيادة اللواء ذكرتي نقطة كتير مهمة اليوم خلينا نضوي أكثر. اليوم البنات أو الشباب بعد ما يخلصوا المرحلة التعليمية صباحا كيف عم يقضوا وقتهم؟ كيف عم تكون هاي الحالة التشاركية بين بعضهم؟ يعني تعودوا على بعض كيف تعاملهم مع بعض ومع المشرفين؟ أنا قلت من شوي لحضرتك أنه عندي كادر كبير من الإشراف. طبعا الإشراف الموجود عندي في عندي إشراف متخصص بالناحية التعليمية اللي هو مثل ما قلت لك متمم لسير العملية التعليمية الصباحية منهاج وزارة التربية وفي عندي مشرفين متخصصين سواء بالأنشطة الرياضية بالأنشطة الفنية الأنشطة الثقافية الأنشطة التثقيفية. هلأ أنا عندي الطلاب عندي هون منقوم بتقسيمهم حسب رغباتهم حسب هن شو بيحبوا. مثلا أنا عندي مجموعة ممكن تشارك بالتمثيل عندي مجموعة ممكن تشارك بالأنشطة الرياضية سواء كرة سلة كرة قدم كرة طائرة كرة طاولة عندي مجموعة بالعزف عندي فرقة كاملة تقوم بتأدية المعزوفات الجميلة تدربوا عليها بالشكل الكامل والأمثل وهلأ أنتوا أكيد رح تشوفوهم. عندي مجموعة بتقوم مجموعة عندي فريق كورال من بنات وأبناء الشهداء بيأدوا الأغاني الوطنية الأغاني الأهازيج الشعبية الجميلة اللي تدربوا عليها فبالتالي حياتهم مليئة. يعني نحن الشق التعليمي الشق التدريبي والأنشطة المختلفة والحياة اليومية يلي بيعيشوها مثلهم مثل أي بيت أسرة. يعني سواء بأمور الراحة خلينا نقول مع الكادر الموجود هون لأنه الكادر الموجود هون هو أهلهم هو أم هو الأب لإلهم هو الأخ هو العم هو كل شيء بالنسبة لإلهم فبالتالي هي أسرة هي أسرة بس أسرة كبيرة أسرة كبيرة فيها أولادنا يلي عم نعتني فيهم بالشكل الكامل. وأنا دائما بقول لهم لأولادي يلي هن أبنائي وبناتي بقول لهم الله يقدرنا إنه نحن نخدمكم بالشكل الأمثل وبالشكل المطلوب. فبالتالي هالأسرة الكبيرة بدها رعاية كتير. ما بقول لك أنا إنه شيء سهل لا أكيد لا. لأنه كبيرة. مسؤولية كبيرة. إذا أنا رح مثل لك إذا الواحد عنده أسرة صغيرة رح يصير عنده أعباء وتعب كتير فما بالك بهالأسرة الكبيرة بسوريا يلي جمعت أبناءها وبناتها في هالمدارس العريقة هالمدارس العظيمة هالمدارس يلي إلى تاريخ العريق. طبعا أنا بدي أحكي هون عن الرعاية الدائمة الرعاية المستمرة الرعاية المتدفقة بكل حب بكل حنان من سيد الوطن السيد الرئيس بشار الأسد لأبنائه وبناته في مدارس أبناء وبنات الشهداء.
طبعا أنا بدي أحكي عن جانب مهم في المدارس أبناء وبنات الشهداء، هو الجانب الإرشادي. هذا الجانب مهم جدا جدا في هذه المدارس، وأهميته ما بتقل أبدا عن الجانب التعليمي والجانب الأنشطة اللاصفية، لأنه أنت هون لما بتحكي عن أنه عدد كبير من الأبناء أو البنات في هذه المدارس، طبعا أنت الطالب لما بيفوت مستغرب، خلينا نقول بيفوت ممكن خايف انه طلع من اسرته، يعني بده ليتاقلم فتره يعني طويله، او خلينا نقول انه مثل لما الطالب بيروح ابننا بيروح على المدرسه الصف الاول باول يوم بيقعد بيبكي بخاف متردد ما بده يروح على المدرسه، بده يهرب من باب المدرسه ويرجع مع امه، ونحن نفس الشيء بهالمدرسه. فهذا الدور نحن بيقوم فيه عندي مرشدين موجودين هون بكيف الطالب بيتعاملوا معه، بحب الطالب، بيعملوا تواصل بين المدرسة، انتمائه لهالمدرسة، لأنه هاي المدرسة بيته، هاي المدرسة مملكته، بده يحبها لهالمدرسة بكل تفاصيلها. بس طبعا عن طريق فريق متخصص يعنى بهذا المجال الإرشادي. وهالفريق طبعا عندي فريق للمرحلة الابتدائية بيعرف كيف يتعامل مع هالفئة العمرية الصغيرة، وعندي فريق للمرحلة الإعدادية والثانوية كمان بيعرف كيف يتعامل مع هالفئة العمرية. المدارس مثل ما انك شايفتي من أربعة ما يكون، وان شاء الله نحن نحقق ما بعرف كنا اكيد حضرتكم على قد المسؤوليه. صحيح سياده اللواء، ذكرتي حاله من الرعايه المتكامله الصحيه والتربويه والنفسيه والتعليميه وحتى الابداعيه عم تكون لابناء وبنات الشهداء. خلينا ننتقل ليوم 6 ايار، هذا اليوم المميز يلي بحق فيه لابناء وبنات الشهداء يفتخروا ويحتفلوا، وهذا اليوم ما بمر بشكل اعتيادي عندكم بالمدرسه. خلينا نحكي عن الحاله اللي بتكون بهذا اليوم والنشاطات اللي بتقوموا فيها. أنا هاليوم هو يوم مقدس لأبنائنا، يوم عظيم، لأنه أبناء شهداء، وقد ما حكينا عن هاليوم وقد ما حكينا عن شهدائنا ما رح نوفيهم حقهم أبدا أبدا، بس نحن خلينا نقول أنه بدنا نعمل شيء نحن وأبنائهم، نحن وبناتهم. فبالتالي هذا اليوم نحن كان في عنا فعالية حلوة كتير بهاليوم العظيم، اليوم المقدس. هالفعالية مثلوها أبناء وبنات الشهداء، عملنا أوبريت مسرحي تربوي وطني هادف يتكلم عن هذا اليوم العظيم، يتكلم عن قدسية هذا اليوم العظيم، قام بتمثيله بأدائه أبنائنا وبناتنا في مدارس أبناء وبنات الشهداء. طبعا تخلل هذا الحفل رقصات هادفة تتكلم عن هذا الأوبريت، وأيضا كان في فقرات شعرية، وكان في منوعات، كان في فريق كورال كمان أدى مجموعة من الأغاني الوطنية، الأغاني الحماسية يلي بتتحدث عن هذا اليوم. طبعا نحن بدي بحب قلك شغلة، إنه نحن عملنا دائم مثل ما قلت لك على الأنشطة الصفية أو الأنشطة اللاصفية، مو بس نحن في 6 أيار عنا تمام على مدار هالعام. يعني أنا كان عندي من فترة بمناسبة عيد المعلم عندي، وبمناسبة عيد الأم عندي، كان كمان فعالية قاموا فيها أبنائنا لأنه حبوا يردوا شيء من الجميل يلي عم بيقدم لهم يا المعلم، لأنه أساس العملية التربوية، أساس العملية التعليمية هو هذا المعلم، لأنه بالعلم بالتربية بالمعرفة تبنى المجتمعات وتبنى الأوطان. فقمنا بفعالية رائعة قدموا فيها كمان مسرحية هادفة تتحدث عن المعلم وتتحدث عن الأم، وكان فيها كمان مجموعة من الفقرات الجميلة الغنائية الكورال الشعر، وإن شاء الله لما قدموها كانت نالت الرضا والإعجاب من الجميع والحضور اللي كانوا موجودين.
سيادة اللواء، ذكرتي حضرتك عن حالات إبداعية موجودة ضمن المدرسة. اليوم نحن بنعرف أنه كل شيء حابينه أنه يستمر بحياتنا مفروض متابعة وتدريب. أكيد في كثير من الحالات عم بتكبر مع هي الموهبة. اليوم كيف عم تتم المتابعة لنضل محافظين على هذا التميز؟ مثل ما قلت لك، في عندي كادر متخصص سواء بالفترة الصباحية يلي هو متمثل بالأساتذة تبعيتهم يلي هي عم تتابعون، وبالفترة المسائية بالكادر الإشرافي كمان المتخصص. يعني مثلا أنا عندي طلابنا بتشارك بكل الأنشطة الثقافية والفنية. يعني عندي أنا هلأ مجموعة شاركت عم تشارك وعم تتحضر لتشارك بالمناظرات يلي عم تقيمها هيئة التميز والإبداع. عندي مجموعة عم تشارك ب خلينا نقول مجموعة الروبوتيك يلي كمان عم تقيمها هيئة التميز والإبداع. عندي مجموعات عم تشارك تبع رواد الطلائع سواء على مستوى المحافظة أو على مستوى الجمهورية العربية السورية. وهلأ أنا اليوم عم حاكيكم، ومبارح يعني كان عندي اليوم 6 أيام، بس مبارح كان عندي مجموعة من الطلاب كانت مشاركة على مستوى المحافظة برواد الطلائع بالإلكترون بالشعر بالقراءة بالخطابة، وعندي طلاب فازت كمان، وكمان شبيبة الثورة في عندي مناظرات، في عندي عمل فني بيشاركوا فيه. فبالتالي العمل دائم مستمر، التدريب دائم مستمر لحتى أولادنا يضلوا محافظين على هالإبداع والتميز الموجود عندهم. والتكريم تحفيز اليوم لهدول الطلاب كرمال يضلوا مستمرين. هذا التكريم له شيء ثاني. يعني نحن هون عم نحاول نحفز اولادنا، نحفز بناتنا انه دائما يصير في عندهم شيء ايجابي، ينافسوا بعض ودائما يكونوا من المتفوقين. يعني عملنا كثير تكريمات هالسنه للاولاد، حتى لما ادوا المذاكرات. انا ما حكيت عن الامتحانات النهائيه، أنا عم بحكي على المذاكرة. حتى بالمذاكرة قمنا بتكريمهم يعني، وعملنا لهم شغلات كتير حلوة وحفل فني، وكرمناهم سواء ماديا أو معنويا. هالتكريم هذا خلق عندهم حافز إيجابي، حافز رائع كتير. فصار أنا عندي الكل متفوق، الكل عم بيسابق لحتى أنه هو ينال. تماما. هلأ أنا بالامتحانات النصفية كمان عملنا حفل تكريم لإلهم، وكان عدد هلأ إذا بدي أقول لك العدد بجوز تقليلي كتير كبير، لأنه المدارس عادة بتكرم طالب 2 3 4. أنا كان عندي عدد المكرمين والمتفوقين ويلي علاماتهم نسبتها 90% فما فوق، كان عندي 150 طالب للميتين طالب، وكله كرمناهم، وهذا شيء إيجابي كتير، دليل على الرعاية والاهتمام المقدمة من المدرسة. تمام. وهلأ إن شاء الله بالامتحانات النهائية عم نحضر، هلأ نحن جايين مقبلين على الامتحانات النهائية للعام الدراسي 2022، عم يحضروا هلأ بالشكل الجيد بالشكل المطلوب لحتى يكونوا من المتميزين والمتفوقين. هلأ كمان رح نعمل لهم تكريم إن شاء الله، ورح إن شاء الله يكون عددهم مو 200، إن شاء الله رح يكون عددهم 400 والمدرسة كلها إن شاء الله. ورح ندعيكم لحتى أنتوا تكونوا موجودين معنا بهالحفل هذا بنهاية العام الدراسي. أنا بما أني حكيت عن الامتحانات، أنا عندي هلأ طلاب المرحلة التاسع والبكالوريوس. هذا الشيء اللي كان بدي أسألك إياه، أنه بمدارس أبناء وبنات الشهداء مثل كل الأسر السورية بالشهر الخامس ببلش الاستنفار والتحضيرات، والعدد عندكم تاسع وبكالوريا هو عدد كبير يعني. والله. فكيف عم بيكون التحضيرات وشو الرعاية بتكون المقدمة وكيف تتعاملوا معهم؟ انت قلتي كلمه حلوه كثير، استنفار. ضغط ضغط. فنحن كلياتنا كل قوانا كل جهدنا للتاسع والبكالوريا وكل امكانياتنا للتاسع والبكالوريا. اكيد الطالب مثله مثل اي ولد ببيته، بده يضوج، بده شوي يمل انه انا فيني ما بقدر بدي ادرس، بس نحن عم نحاول
يعني كل إمكانياتنا وكل جهدنا إنه نحن نأمن له أحسن الظروف، نهيئ له ظروف تكون رائعة لحتى يدرس. وطبعاً في على يد أساتذة ومشرفين متخصصين عم بيتابعون بشكل يومي، وحتى فيني أقول لك بدون أي مبالغة في اللحظة بلحظة هن موجودين معهم. وإن شاء الله النتائج بالنهاية هي بتبين عمل هالفريق المتخصص يلي اشتغل مع طلاب المرحلة الثانوية ومرحلة التعليم الأساسي التاسع. هو بتمرق الامتحانات بفترة عمرية كمان شوي حساسة، بتزيد من هم الأهل والضغوطات اللي عم بنعيشها. سيادة اللواء شكرا كثير لكل المعلومات اللي قدمتيها، بنقول لكم يعطيكم ألف عافية على الجهود اللي عم تقدموها وعلى الرسالة والأمانة اللي موجودة عندكم. أكيد كلمة من حضرتك أخيرة. اسمحوا لي وجه رسالة شكر، وجه رسالة امتنان، وجه رسالة حب لسيد الوطن باسمي وباسم أبناء وبنات الشهداء على العطاء الدائم والمستمر والرعاية الكاملة من سيد الوطن السيد الرئيس بشار الأسد لرعايته الدائمة، لرعايته الكاملة لأبنائه وبناته في هذه المدارس العريقة. وبدي أقول لكم أهلا وسهلا فيكم، وإن شاء الله دائما سوريا عامرة، دائما سوريا قوية، بهمة شعبها، بهمة جيشها، بهمة قائدها. وإن شاء الله كل عام وأنتم بألف خير. يا أهلا وسهلا. شكرا كثير لك، وكل التحية أيضا لكل الكادر اللي موجودة من مشرفين ومشرفات بمدارس أبناء وبنات الشهداء. يا أهلا وسهلا. أهلا وسهلا.